آخر تقدمات الأشغال اللي عرفها من لعب طنجة غادي نشوفوا وصول دعامات فولادية اللي غادي تحمل السقف. الدعامات أخيرا وصلت، الشيء اللي غادي يخلي السقف غيتبدل الشكل ديالو. في نفس الوقت غادي نشوفوا تفاصيل ديال الأشغال اللي كاينة في خارج الملعب. فراه كاينة عملية بناء مجموعة المرافق خارج الملعب، غادي نشوفوا التفاصيل ديال هاد المرافق اللي غادي تبنى، وغنشوفوا آخر الصور الحصرية ديال ملعب بنو بطوطة ملعب طنجة الجديد. بالنسبة للجهة الشرقية والغربية من الملعب ديال طنجة، فراه هاد الجهتين شاهدوا واحد التقدم كبير في البناء ديال غرف ديال الضيافة. هاد الغرف اللي كانت كتبان في التصميم اللي كنا شفناه من قبل، فراه في الحقيقة ولات كتبان هاد الغرف على شكل طبقين، وعمرات تقريبا الجهة الغربية والشرقية كاملة باستثناء واحد البلايص صغيرة بوحدة اللي مازال ما تبنات فيها هاد الغرف. المنطقة اللي قلنا مازال ما تبنى فيها غرف ديال الضيافة هي الجهة الشرقية، وبالضبط في المنطقة ديال الوسط. هاد المنطقة ما فيهاش أعمدة، هادشي اللي خلى المهندسين ما يقوموش ببناء الغرف في هاد المنطقة. يقدروا يكونوا أجلوها تلبين أعمدة جديدة اللي غادي تحمل هاد الطبقين، وقدر يكون هاد المنطقة ديال الوسط غتدار فيها أشغال لتطوير السقف ديال الملعب. في نفس الوقت في الجهة الغربية فراه كيتم الهدم ديال الأساسات القديمة اللي كانت في الملعب باش يتبنى بها غرف ديال الضيافة كما تدار في الجهة الشرقية، باش هكا غادي يكون التصميم اللي كنا شفنا كينطبق في الواقع، اللي هو عبارة على غرف ديال الضيافة في الفوق ديال الملعب اللي غيكونوا على شكل جوج طبقين في الجهة الشرقية والجهة الغربية. بالنسبة للتقدم والأشغال في هذه الغرف ديال الضيافة، فراه ما كانش اختيارية وما كانش عشوائية من طرف المهندسين اللي مكلفين بالبناء ديال الملعب بنو بطوطة طنجة. فراه كما شفنا من قبل الفيفا كتعطي مجموعة ديال الشروط وكتفرض عليه المرافق اللي خصهم يكونوا في هذا الملعب. من بين المرافق اللي كانت مفروضة على ملعب بنو بطوطة لملعب طنجة هو أنه يضيف هذه الغرف ديال الضيافة. داكشي علاش ملعب طنجة آخر لحظات تم الإضافة ديال هاد جوج غرف. كما آخر تقدمات في المدرجات، فراه التغطية ديال الفراغات اللي كانت من قبل الفراغات في المدرجات السفلية تم الملء ديالها كما كيبان، والمدرجات تقريبا الأشغال فيها قربت تسالي. نرجعوا لآخر تقدمات السقف ديال ملعب ديال طنجة. بالنسبة للأشغال الخارجية اللي بزاف ديال الناس لاحظوا مجموعة من الأشغال اللي كانت كتوقع في الخارج ديال الهيكل ديال الملعب ديال طنجة. من بين هاد الأشغال الفراغ كان واحد الهياكل حديدية اللي كتبان على شكل أسطوانات. بزاف ديال الناس قالوا بلي راه هادو هما الدعامات ديال ملعب ديال طنجة اللي غيتهز عليهم السقف، ولكن الدعامات أسطوانية كانوا فقط لتأسيس واحد الأساسات اللي غيكونوا أساسات فولادية، هي عبارة على أعمدة كبيرة هي اللي غادي تحمل السقف النهائي. فراه إذا لاحظتوا هاد المستطيلات اللي غادي تكون من بعد عبارة على أعمدة كبيرة فولادية هي اللي غادي تمتد للسقف، من بعد غادي يجي واحد الهيكل اللي غيندمج معها هو اللي غادي يكون مسؤول على حمل ديال السقف، اللي غيكون مربوط بألياف فولادية بخيوط فولادية اللي غيكون وسطها بوليستر. دليل هادشي هو حاملات السقف القديمة بدات كتهدم في بعض من الجهات ديال الملعب، بمعنى مع تطور الأشغال غيتهدم معظم الأساسات القديمة وغادي تتعوض بهاد الأساسات الفولادية اللي غادي تبنى من الفوق وتوصل للسقف، ومن بعد غادي تربط بالهيكل، وهكا غادي يسهل عمليات تركيب ديال السقف ديال الملعب ديال طنجة. في نفس الوقت كما كيبان فراه الأرضية عرفت واحد التقدم كبير في هذا الملعب، فراه تقريبا الأشغال سلاس في هذا الملعب من ناحية الأرضية، فراه الأرضية تقريبا واجدة، بقى خاصها غير العشب ويبدا يبان الملعب باللي حاز واحد التقدم كبير. ولكن كما هو معروف ما يمكنش يديروا العشب دابا تنسالي الأشغال في السقف، عادي يمكن لهم تركيب العشب مباشرة بعد الانتهاء من الأساسات الفولادية اللي غادي توصل للسقف. غادي يولي من السهل تركيب السقف ديال طنجة اللي كنا هضرنا عليه، هاد السقف اللي هو واحد السقف اللي متميز وهو السقف اللي ولا معروف في العالم كامل وكيتدار في مجموعة من الملاعب العالمية. أشغال في الملعب غادية 100% بحال التصميم اللي كنا شفنا، التصميم الرسمي اللي كنا شفنا من قبل ديال الملعب ديال طنجة. فراه التصميم كيبان، القضية اللي كنا قلنا من قبل هو أن الأساسات القديمة ماشي هي الأساسات اللي غتحمل السقف لا من الفوق لا من التحت. فراه في التصميم كيبان باللي الهياكل الفولادية جديدة غتكون جنب الأساسات اللي كانت قديمة في الملعب هي اللي غادي تمتد حتى للفوق وغتحمل السقف. ولا لاحظتوا في الأشغال في الملعب فراه تقريبا نفس الشيء، كاين واحد المسافة بين الأساسات القديمة والمستطيلات اللي ولاو كيشكلوا العمال اللي غيكون فيها أساسات اللي غتحمل السقف في المستقبل. في نفس الوقت الورش ديال بناء ملعب طنجة عرف وصول دعامات وأعمدة فولادية ضخمة جدا. الدعامات بين غادي تستعمل بناء وحمل السقف، فراه بدات الشحنة الأولى من هاد الدعامات كتوصل الملعب، بمعنى التوالي غيبدا توصل شحن اكثر واكثر، الشيء اللي كيبين بلي اشغال ديال بدايه تركيب السقف ما بقالهاش وقت طويل وتبدا.
الوقت ديال بناء الاساسات وتركيب ديال الهيكل اللي غيحمل السقف وغيكون طول من تركيب السقف بحد ذاته. بمعنى راه الاشغال والوقت الكبير كاين بناء الاساسات، اما السقف راه ما غاديش ياخذ وقت كبير، ومن مورا ما يكونوا الاساسات واجدين فراه غتكون واحد السهوله وغيمكن بناء وتركيب السقف بواحد الوقت اللي قصير وسهولة. ملعب طنجة واحد من الملاعب الأساسية اللي المغرب معتمد عليها. تطاورت كأس إفريقيا الأمم وكأس العالم، العد العكسي بدأ، ما بقى والو، يوصل تاريخ استلام ملعب طنجة للاكاف. فراه مارس من العام الجاي خاص هذا الملعب يكون واجد بالمعايير ديال لاكاف باش يتستعمل لكأس إفريقيا الأمم. لكن هذا الملعب راه حرز تقدم كبير وقرب على النهاية ديالو، هادشي من بعد ما النسبة الكبيرة ديال إنشاء المدرجات الجديدة تقريبا سالة، كما نزع السقف القديم تقريبا سالة تهوى، وتم طلب كراسي جديدة بالمعايير اللي كانت طلبها الفيفا. المعايير اللي وضعها الفيفا على هذه الكراسي هي أنها تكون كتطوى وتكون واحد المسافة معينة بين كرسي وآخر. من مورا مسالة نزع السقف القديم وزادوا دعامات فولادية اللي غادي تدعم السقف الجديد، والأساسات اللي غادي تحط عليها السقف ولات واجدة، فراه قرب وضع السقف الجديد كما ولا معروف ان سقف غادي يتدار في ملعب طنجه. وبالدليل غادي نشوفوا التصريح اللي دار المدير ديال سوناجيس الشركه اللي مكلفه ببناء ملعب ديال طنجه، وغادي نشوفوا ميزات والهندسه ديال السقف ديال ملعب ديال طنجه وكيفاش كيتميز هذا السقف وشكون هي المزايا ديال هذا السقف. شهور قبل ما نوصلوا لهذه المرحله التقدميه اللي وصل ليها ملعب ديال طنجه، كنا هضرنا على التصميم ديال ملعب بن بطوطه، ملعب طنجه كيفاش غادي يكون، ولكن كنا قلنا باللي هاد التصميم هو احتمال كبير انه يوقع في ملعب طنجة، وما كاينش ضمانات على هاد التصميم، وتا واحد ما يمكن ليه يعرف التصميم الحقيقي. لكن كاينين تصاميم مزيفة اللي كيقدوهم الناس من عقلهم، وكاينين تصاميم اللي هي قريبة من الواقع، كتكون كما شفنا التصميم ديال ملعب الرباط كيكونوا واحد المكاتب اللي معروفة ومكاتب عالمية هما اللي هضروا عليهم ولا هما اللي نشروهم، والمكاتب ديال الدولة كتكون هي طالبة منهم تصميمات، بمعنى التصاميم اللي كيكونوا محطوطين هما تصاميم اللي كتكون غالبا غادي توقع. هادشي اللي وقع في ملعب بن بطوطة، فراه التصميم اللي كنا هضرنا عليه من قبل هو نفسه اللي تطبق في ملعب طنجة، خصوصا من مورا انتهاء ديال الحفر ديال ملعب ديال طنجة وانتهاء تصميم ديال المدرجات. فراه هاد الملعب طلع نسخة طبق الاصل للتصميم اللي كنا هضرنا عليه من قبل، وحيتاش التصميم اللي هضرنا عليه من قبل طلع تصميم حقيقي، وفراه 100% السقف ديال ملعب ديال طنجة غادي يكون السقف من نوعية ديال السقف المشمع اللي مؤخرا العالم كامل ولا كيستعمل هذا السقف في الملاعب ديال كرة القدم. هاد النوعية ديال السقف عرفت واحد النجاح في العالم كامل، حيت التكلفة ديالو